الأهلي يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول 1-0 بهدف لمحمد شريف ويفتقد جهوده. فاصل ونرجع نكمل كلامنا سريعا مع نجومنا الكبار حول الآراء الفنية لأحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وهنروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة يطمنا على حالة محمود كهربا ومحمد شريف. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لكابتننا الكبار وكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي الشاشة بتاع قناتنا دلي في كل مكان. يعني عايز أطمنك بالنسبة لمحمود كهربا، يعني قبل انطلاق المباراة محمود كهربا شعر بإعياء ويعني إجهاد ورعشة. فضل الجهاز الطبي والكابتن سيد عبد الحفيظ ان هم يريحوا كهربا، وتم يعني خروجه من قائمه المباراه. بالنسبه ده من قبل بدايه المباراه اصلا، يعني من هو في الفندق؟ لا يا كابتن، مع يعني مع وصولنا الى استاد الاسكندريه وهو داخل غرفه خلع الملابس شعر باعياء ورعشه، والجهاز الطبي للنادي الاهلي فضل ان هو ان اللاعب ياخد وقت راحه افضل، فلذلك الجهاز الفني والجهاز الطبي ارتاح ان هو يطلعه خارج قائمه المباراه لمزيد من الراحه ليه محمود كهربا. لكن الامر بسيط زي ما طمنا الدكتور احمد ابو عبله والكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني امر بسيط، لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي ما يعني يفضل ان هو ما يغامرش باللاعب في اللقاء ويبقى اجهاد وحمل زياده على اللاعب. بالنسبه لمحمد شريف، يعني خلينا للحظات كده مع الدكتور احمد ابو عبله، قال شد خفيف في العضله الخلفيه، وعقد نهايه المباراه ان شاء الله يتم اجراء اشاعه للاعب للمزيد من الاطمئنان على محمد شريف باذن الله. هو احسن حاجه حصلت ان محمد شريف مجرد ما شعر بيها ما كملش، طلع على طول. بالظبط ده يا كابتن ايمن، يعني كان محمد شريف عايز يتحمل على نفسه، لكن مستر فيتسو موسيماني فضل ان هو اللاعب ما يبقاش على نفسه، وتمت اشاره يعني الكابتن الدكتور احمد ابو عبله اشار كمان لمحمد شريف احنا في ارض الملعب، اشار له بعدم ان هو يعني ولا يفتح سبرنتات ولا يجري، اللي يعني عشان الامر ما يتفاقمش والاصابه ما تزيدش، لكن الامور بسيطه زي ما طمنا الدكتور احمد ابو عبله، وقال يعني عقب نهايه اللقاء ان شاء الله هنعمل اشاعه ونطمن يعني مزيد من الاطمئنان على محمد شريف. باذن الله تبقى بسيطه ان شاء الله. شكرا يا روعه، ونتواصل بعد المباراه ان شاء الله. كابتن شريف، فوز مستحق للنادي الاهلي الشوط الاول، ولكن المباراه لم تنتهي بعد. الفوز مستحق. فوز ذكي جدا من تحركات لعيبه النادي الاهلي بسرعات، هم مقدرين الموقف اللي هم فيه. هدف كويس قوي، نقل الكره في ملعب الخصم عن ثرو باس من علي معلول برجله اليمين كمان يعني. صحيح. والسرعات اللي انا بكلمك عنها اللي هي خاصيه ان انا اروح على الجول ازاي. كان في ثلاث لعيبه الحقيقه بمنتهى السرعه، قدر قفشه و رؤية قفشه وتنفيذه للعبة كانت هايله، واصرار حسين الشحات ومحمد شريف الدخول جوه 18 والمساعده، خد بالك اللي كان ممكن يكمل ويشوط، هم ادوا له سهوله التصرف في الهدف الاولاني. في حاجه كمان عجباني في الملعب، الثبات الانفعالي بتاع الدفاع بتاعنا في محاولات نادي اسماعيلي عليك في 18. هم دول حاجتين اللي انا واخديني، غير المجهود الرائع طبعا بتاع ديانج اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل المباراه، فدي الحاجات اللي واخداني. خساره كبيره طبعا خروج محمد شريف بالشد، ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله. ان شاء الله. كابتن علاء، رايك سريعا في احداث الشوط الاول. سريعا، فوز مستحق في الشوط الاول، لكن لازم ندور على الهدف الثاني، ومتاح على فكره، متاح جدا، لانك عندك مساحات كثيره جدا، في مساحه موجوده ويعني بين الكل الناس ما بين محمد عادل ومروان الصحراوي اللي جه منها الهدف، ودي موجوده على طول، المساحه دي موجوده على طول. لكن لازم يستمر يعني حسين، لازم يبقى اهدى شويه في الكوره واستلام له الكوره. نادي الاسماعيلي ما بيعملش حاجه، خلينا صراحه يعني، لكن مؤلف الهجمات المرتده، اللعب كله ما فيهوش يعني ما فيش ابتكار. اسماعيلي اسماعيلي باين الفريق الاسماعيلي باين، حتى محمد صادق لما خرج ما اعتقدش كان عامل خطوره خالص. ما فيش حد عامل خطوره في الاسماعيلي خالص، لكن عشان نخلص المباراه دي ايمن لازم الهدف الثاني وبسرعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، فوز مستحق، والاسماعيلي فقد الالتزام التكتيكي بمجرد ما النادي الاهلي ابتدى يضغط عليه بعد ربع ساعه، ابتدى النادي الاهلي يتسيد الموقف، والاسماعيلي لا حول ولا قوه. هي البدايه الاهلي، البدايه كانت مش حلوه، الاسماعيلي كان واخد البدايه، لكن زي ما انت قلت بعد حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه دخلنا في المباراه، وفي كره الاجايه كانت خطر جدا شالها من فوق محمد فوزي، بس جت في الشبكه من بره، وبعديها على طول الهدف الحلو اللي اتعمل من معلول وقفشه وشريف
زي ما علاء قال انه في وضوح في الثغره ناحيه الشمال عند محمد عادل والصحراوي، وبرده الناحيه الثانيه لانه احمد مصطفى الزناري بيخش كتير قوي وكانه سيرد باك. أيوة. فاحمد مصطفى بيرجع ومتاخر فيها، فبين في ثغره برده ناحيه اليمين. صحيح. ففي مساحات ممكن نستغلها كويس، هي بس المشكله في خطوره شويه من شكري احيانا، مفروض بس يتراقب كويس لانه كمان بيشوط كويس يعني. باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل، رؤيتك سريعا لاداء الفريقين، الاهلي والنادي الاسماعيلي. الاهلي افضل الشوط الاولاني، ولكن محتاج الاهلي يغطي الهدف علشان لعيبه نادي الاسماعيلي الحاجات الفرديه اللي عندهم ممكن يجيبوا جون فردي من الناس اللي قدام، لكن الاسماعيلي ما كانش عنده انضباط تكتيكي ورا. صحيح. في الحته الدفاعيه دفاعه كان اخف كتير، حته نص الملعب ديانج متفوق، محمد مجدي قفشه لما بتجي له الكوره بيبقى خطر جدا. الكره العبقريه اللي عملها علي معلول لقفشه وعملها بيمينه كمان، وعملها بيمينه وقفشه يحط بدل ما يلعب على الجون يحط الكره لمحمد شريف، دي افضل حاجه كانت في الشوط الاولاني بالنسبه للنادي الاهلي. والحاجه المهمه الثانيه انك انت لازم تغطي الهدف. صحيح. وبدري وبسرعه، لان نادي الاسماعيلي تكتيكيا في المباراة دي غير منضبط، ولكن عنده الأفراد اللي ممكن حاجة فردية يجيب جول. طيب كابتن شريف، هيستمر الوضع على ما هو عليه الشوط الثاني، ولا هيبتدي بقى دلوقتي النادي الإسماعيلي يضغط النادي الأهلي من قدام؟ خلاص، النادي الإسماعيلي من أول مباراة بيلعب لعبة مفتوح وبيدور على هدف يخليه ليه وجود في الملعب. لما دخل فيه الهدف ده حسيت إن هما ما كانوش عاملين حساب السيناريو ده، مع ان هما الدفاع بتاعهم زي ما احنا قلنا وجنب ما فيش التزام وما فيش تركيز في الملعب. لازم النادي الاهلي يستغل الحته دي كويس قوي. لازم النادي الاهلي يعرف ازاي بيخترق من العمق بنفس الشكل، وبواليا يكون ليه العمق الاخير في الملعب. ما ينزلش كتير يعني، لازم يبقى مع اخر واحد في الملعب. أي. عشان يدي مساحه لقفشه او لاي لسوليا اللي هو يعني زاويه الرؤيه لحسين الشحات اللي هو يقدر يستغل وجود العمق ده. والكره جات له مره في اول هاف تايم. أي. يعني كنا ممكن نغطي الجون وتبقى ونخلص يعني. فمحتاجين واحده زي دي كمان، او حاجه من ناحيه الشمال من ناحيه معلول تتلعب بقى لورا المره دي بدخول سوليا او دخول ديانج المره دي. يعني الحمد لله عندنا التزام في نص الملعب المباراه دي، مش عايزينه يقل. أي. عايزين نفس نص الملعب بتاعنا، ولو ان كان يحصل له تدعيم كمان من خارج الخطوط يعني. كابتن علاء، النادي الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب الشوط الاولاني، ولا ممكن مستر موسيماني يسيب الاستحواذ شويه للنادي الاسماعيلي ويلعب على المساحات بتاعته؟ هو الاسماعيلي مش مستحوذ اساسا. لا انا بقول لك يسيب له الاستحواذ. لا ما اعتقدش ان هو يهمه جدا، هو دايما يبقى الانفراد قريبين قوي من الجول، واخطاء لعيبه الاسماعيلي كتير جدا يعني عشان كده بقول لك ما فيش خطوره للنادي الاسماعيلي غير حاجه ممكن تيجي بالصدفه. محمد حسن ومحمود دونجا حتى في نص الملعب بيمسكوا الكوره ما فيش تصرف يعني. أي. بتحس ان في قلق، عشان كده قطعت الكوره في المنطقه دي تبقى اعتقد اخطر شويه. كابتن اسامه، سريعا توقعاتك للشوط الثاني. اتمنى ان شاء الله نجيب هدف. الموضوع سهل ومش سهل يعني، في مساحات زي ما قلنا ممكن النادي الاهلي يستغلها، ولكن الخوف بس ان 1-0 تفضل لغايه اخر 10 دقائق، فهيبقى في مخاطره من ايهاب جامد ان ممكن يستغنى عن واحد من الاثنين الديفندر وينزل واحد زي شلونجو، وينزل واحد زي الشامي، ويخاطر مدبولي نزل. مدبولي نزل خلاص. فان شاء الله نقدر يعني، ربنا وفقنا في اول 20 25 دقيقه نجيب جون يعني. ان شاء الله. كابتن عادل، ممكن نجيب جون الشوط الثاني؟ اول فرصه لازم ان شاء الله نترجمها عشان الماتش ما يتصعبش علينا باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.